هنريكي حسب معلوماتي انه لسه مش حيمشي، انه خيار موجود، لان في مشكله عند الاتحاد، وهذه يمكن خالد القحطاني يساعدنا فيها. في شيء مصطلح اسمه اصابه اجهاديه. كريم الاحمدي الان يعاني من اصابه قد تمنعه من المشاركه مع الاتحاد حتى نهايه الموسم. وصف اللي وصلني انها اصابه اجهاديه. ما هو كريم اللي حيمشي غالبا، انا كده اتوقع يعني. خالد اعتقد بدر انه هذا النوع من الاصابات غريب في بدايه الموسم. ما نقدر نسقط على معسكر الاتحاد، ولكن اكاد اجزم ان معسكر الاتحاد ما كان مثل وفق الظروف اللي كان داخلها انه يكون ما بين الامارات اعتقد وفي اوروبا، بالاضافه الى انه الاتحاد ما اخذ يعني خلينا نقول رتم المباريات الوديه اطلاقا. الاتحاد اعتقد لعب مباراتين وديه كانت كلها في يوم واحد. الاصابات مثل هذا النوع مزعجه، خصوصا لواحد مثل كريم الاحمدي. الا انه شيء جميل للاتحاد يعني ادارته تحاول ان تتدارك الموقف في اضافه لعيبه مثل انسلمو ونياكاتي. الاهم من ذلك كله بدر في ظني هو اسم المدرب، هو ان يكون من يقود هذه المجموعه على قدر طموح وامال جمهور الاتحاد، او على قدر ما تطمح به الاداره. عشان كذا مشى واحد مثل كريم. تكاد يعني تجزم ان مهما كانوا لعيبه ممتازين وجودتهم عاليه واحضرت وفق كل احتياجاتك، ولكن لديك مدرب لا يستطيع ان يخلق فيهم خلينا نقول انتاجيه حصد النقاط باستمرار، كان عندك مشكله. فالاهم والمهم بالنسبه لي، واحنا نقول لك في ظرف اسبوع الاتحاد يوقع مع مدرب جديد، ان يكون مدرب صاحب خلينا نقول شخصيه قياديه يقود الاتحاد ينتشر من هذا الموقف، بالاضافه انه عنده نفس البطولات وحصاد. طيب خالد، ممكن في الاتحاد ممكن يلعب انسلمو مع كريم الاحمدي؟ ممكن، لكن اعتقد بدر مثل ما قال الكابتن احمد انه اذا كان كريم مصاب فان انسلمو بيسجل مكانه. انا اللي اضيفه على بدر في واحد في كلام على جاري يمكن هذا اللي كنت بقوله. جاري رودريغيز الموسم الماضي ثلاث ارباع كان مصاب، وفي الوقت اللي شارك اعتقد المباريات شاف هي الوحيده اللي كان فيها مقنع. فاعتقد ان خيار جاري هو بيكون قبل حتى كريم. اذا ما سلمنا طبعا انه جاري بيكون مكان نياكاتي، انا اراها كذا، او عفوا يوسف نياكاتي فعلا انا اراها كذلك. انه جاري رودريغيز الموسم الماضي اللي شارك فيه مع الاتحاد بدايته كان جدا ملفت، بعد ذلك ثلاث اربع موسم غاب غياب طويل، ولما رجع كان تاثر بنسبه مباريات بسبب هذه الاصابه. وعلى فكره بدر حتى تاريخ جاري في تركيا مدجج بالاصابات قبل ما يخرج الاتحاد، وحتى في فتره اعارته اللي خرج فيها من الاتحاد. محمد